La bigote, ça arrive du vide. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا حاج؟ اهلا وسهلا. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافيه. تفضل. كيف الحال؟ خلينا نقرب. شيخ تشترون دفايات؟ لا والله ما عندنا. والله ما عندنا والله. ما سمعت. ما عندنا والله. احنا ايجارنا ايجار ما دافئين له هسه والله ما عندنا. الله يبارك. اهلي والرطوبه كالتنا والماي، تعال شوف البيت ما يفر علينا مي. الله يبارك. ما عندنا والله صوب. قاعدين على الهيتر ونخاف كهرباء زايد علينا. ما اسمعك شيخ، ممكن تطلع لي برا؟ بس ممكن تطلع لي برا؟ كيف حالك شدية؟ الله يخليك. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافيه. العافيه، اهلا ومرحبا. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعني ما تشتري؟ لا والله ما عندنا فلوس والله، لو اشتري صوبه نفطيه ما عندي. يعني هالغاز ما تنفع، ما تن لا صعبه هذه؟ ما عندي والله، كان اشتريت من السوق. انت شو تشتغل شيخ؟ ها؟ شو تشتغل؟ قاعد والله ما اشتغل. انت من وين؟ انا من العراق. الله يحفظك ان شاء الله. انا شمري. والنعم. هلا بيك. والنعم. والله انا والعجوز قاعدين والله كريم. الله يبارك فيك. تعال شوف البيت. والله شيخ انا جاي ابيع وامشي، يعني ابي اروح اشوف. لا والله اذا ما قدرت انت تشترون اروح ابيع حليب. لا والله ما عندنا بالله العظيم. يعني حتى نسوي لك تخفيض ننقص لك؟ والله ما عندي والله، قبل لي دينار ما عندي. انا مطلوب ايجار ما عندي والله، ماي والكهرباء مطلوب ما عندي. كيف عايشين؟ كيف تاكلون؟ كيف؟ والله على الله. اوقف هسه انا اقول لك شو راح ناكل. والله العظيم شوف صادق. على الله العالم ترحمني، العالم تبقلنا، كان عندنا راتب وقطعوا علينا، كنا ناخذ بصمه وقطعوها علينا. راجعنا قسما بالله من الحاويه جبته، شوفه هذا من الزباله. هذا من الزباله؟ اي والله قسما بالله، شاهد الله والرسول، القطعه من الحاويه واغسله وناكله. معفن الشيخ هذا، خربان. شو نسوي؟ شو نسوي؟ ما عندنا والله، ما عندنا. إن الله الله كريم، إن الله والله هاي الناس جوارينا. صلوا من القرآن وندعي بركة الله يسوي تم من يزود يجيبوا لنا، وعايشين على الله والطيبين. زين يا امي خلاص انا جاي ابيع الصوبه، فهذه صارت من نصيبكم. اشكر. لا شلون ما يعني ما ينفع انا اشتري منك شيخ، انت مش لاقي اكل بعد. ما ينفع، هذه صارت من نصيبكم ان شاء الله. الله يخليك. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. الله يرضى عنك. الله يوفقك ان شاء الله. الله يغنيك دنيا واخره. معاك ان شاء الله. خليها امي، خليها هذه، خلاص. الله يغنيك دنيا واخره. الله يبارك فيك. تعرف تشغلها شيخ؟ كز يد من عندها. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يغنيك من هناك ان شاء الله ويوفقك. الله يهنيك في شبابك ورحم الله على والديك ويرزقك دنيا واخره. والله زين يا امي. شو رايكم تطلعون من هذا البيت كله؟ تروحون بيت احسن؟ يا ريت ما غير هذا مرفوض. ساكت علينا، ما ساكت. شو اسوي؟ حجي ما اسمعك، تعالي قرب لي، تعال عندي. خليك حجي. شو حجي؟ يقول يعني مرطوب البيت هذا وسامحنا هو. في رطوبة؟ اي البيت سامحنا على الايجار، لو غير واحد ما يبقى ما يقبل. صحيح صحيح. يلا الله الله يعني الله يسلمك. الله, الله يعني هو بعد قاعد يساعد الرجل، يعني يسلم. اذا 11 بده يساعدنا خطيه يطيل عافيه، واحد يبقى 11 شهر ما يستلم ايجار. والله والكهرباء خطيه، ياخذ القوايم قالها متفحل وبعدين الطيني. يما هذا مبلغ. خلينا نشرح، خلينا نشرح ان شاء الله. يا يما يعني بس تخلص من الإيجار خاف يحبسنا، وين نروح احنا كبار؟ طيب يا امي الله يعطيك العافية. بس تسمعيني؟ نعم. زين هذا الإيجار مال السنة اللي عليكم كله راح يندفع. هذا يا رحمتك يا رب، يا رحمتك يا رب، يا رحمتك يا رب. لو عد بشان شلنا من هذا وقعدنا. زين راح تشيل الحجي هذا ان شاء الله دينار. الله يوفقك. الله يعطيك العافيه. الله يوفقك. الله يرزقك. الله يوفقك يا حبيبي. الله يوفقك.
الله ينصرك يا حبيبي. الله يبارك فيك حجي، انا ابنك. الله يبارك فيك. زين يا حجي، الله يبارك فيك، لان الوقفه هني قدام الناس مش حلوه. ما تدخل جوا. الله يبارك فيك. يا مره رايح رايح. الله يبارك والله رايح. الله يبارك. الله يوفقك. الله يبارك. زين حجي، الله يعطيك العافيه. احنا خلينا نتفق على شيء. من ابنك الصغير. نعم. انتوا الحين سكروا عليكم الاجار والكهرباء. ونروح لبيت جديد. الله كريم. يجيكم ان شاء الله واحد من الشباب ياخذكم لبيت جديد. يا رب. ان شاء الله ما تدفعون لا كهرباء ولا ماي ولا ايجار. يا رب. الله يبارك فيك. الله دزكم. الله. الله. الله ما يقطع بيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا عمي. الله يوفقك ان شاء الله. الله يغنيك الدنيا واخره. الله يبارك فيك يا عمي. الله يبارك فيك يا عمي. الله يعطيك العافيه. انا مره واحد قال لي يا عمي. حاول ان تكون سبب يخلي الناس تؤمن ان في خير. اي والله. اي والله. والخير موجود. الله يوفقك. والخير احنا موجود. احنا قاعدين على الخير والله، على الناس الطيبه. اي والله. لو خليت قلبت. اي لا نطلع منه ولا بس نصلي ونقرا قران. وايد ربي يفرجها عليك. اي والله. الله يفرجها. ربي يفرجها عليك. يا رب. هسه قريت دعاء والله وحق هو الله. يا رب ارزقنا. يا رب دير بالك علينا يا ربي. والله. وكل واحد ينطينا ويدير بال علينا ويجاهم الله. الله. طيب يا امي انا عندي بعد اختيار ثاني. نعم. بعد ما تخلصون ان شاء الله تقعدون بالبيت وترتاحون. إيه؟ وراح يمشي لك يا حجي انت والحجيه معاش شهري. إيه. طيب يا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. احنا اسلمك والله لابوسك. والله لابوسك يا ابني انت. الله يبارك والله يجوز حفيدي. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يبارك فيك. يجوز حفيدي والله. حفيدي بيدك. اي والله. طيب يا حجي رحت العمره قبل؟ والله ولا مره؟ لا والله. زين خلاص انت والحجي ان شاء الله تروحون عمره. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الو الله يروح لك. الله يعطيك العافيه. الله يوفقك. شكرا يا امي. سامحونا. الله يرضى يا حبيبي. والدنيا بخير يا امي. والله دنك على خدعتك. لا بالعكس والله انا ابو سراسك. والله يا انا ابو سراسك. انا ابنك. الله يدزك. انا ابنك والله. والله انا ابنك. الله يبارك فيك. شكرا يا عمي. نلتقي على خير. نلتقي على خير. الله يعطيك العافيه. فرحتنا. والله فرحتنا بالايجار. يا فرحتنا والله. كل ما تندق الباب قلوبنا تنهبط ويقول جاب لنا الشرطه. ما راح تجيكم الشرطة. والله والله ما راح تجيكم الشرطة. الله يخليك. والله من جيت انت احنا خفنا والله. والله خفنا والله من تندق الباب احنا قلوبنا تنهبط. اي والله. والله. الله يعينكم يا امي. الله يعينكم. يفرج عليكم ان شاء الله. ان شاء الله راح ترتاحوا. تفضل عمي. الناس للناس. والدنيا بخير يا حجي. يا رب. يلا انتم بردانين ادخلوا. الله يبارك فيكم. شكرا يا امي. اليوم ان شاء الله الشباب يجونكم. ان شاء الله. شكرا. مع السلامة.